عودة إلى الدراما المصرية اللي بنتابعها كل يوم. فنان كبير رائع قدير، الفنان الرائع حسين فهمي بيقدم دور مميز جدا في رمضان هذا العام. أولا طلة حسين فهمي في حد ذاتها تضيف لهذا العمل، ووجوده بخبرته طلته ثقافته حضوره تاريخه تضيف لمسلسل وتدي للمسلسل قيمة، وده اللي حاصل تماما من خلال مسلسل سره الباتع. المسلسل زي ما احنا عارفين بيدور طبعا في حقبتين وزمانين، ووقت الحملة الفرنسية على مصر وحقبة تانية للعصر الحالي، يعني في توازي زي ما بنقول، لأنه أحيانا احنا بنقول أنه التاريخ بيعيد نفسه، ودي حقيقة، أنت تلاقي حاجات كتير جدا تتوازى معاك. علشان كده بنقول لما نقرأ التاريخ جيدا نقدر نقول ما هو ده مر علينا، ما هو ده حصل، ما احنا المصريين تعاملنا مع ده زي كده، وده اللي حاصل تماما في سر البيتع. السلطان حامد او حامد اللي موجود في سر البيتع بقلم طبعا الاديب الكبير يوسف ادريس هو اللي خلانا نقول انه المصري دايما وطني وبيحب بلده وبيقدر يحافظ عليها ويبهر الغير، هو ده اللي حاصل تماما. الفنان حسين فهمي بيقدم شخصية عالم فرنسي، فطبعا لايق جدا على حسين فهمي مش بس عشان شكله، ولكن خبرة حسين فهمي في التمثيل والأداء وإنه يبقى طالع كمان بيأدي بثقافة، ثقافة الفنان هنا بتبقى مهمة، لأنه كل حاجة بيقولها في الدور ليها بقى إيه خلفية عنده. خلينا ناخد معانا طبعا الفنان القدير الرائع حسين فهمي وندردش معاه ونكمل الكلام ونشوف سر الباتع بتاع حسين فهمي في التألق دايما عامل إيه. الفنان حسين فهمي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب دايما يا رب. كل سنة وانت طيب. الحقيقة أنا يعني بحييك على وجودك في هذا المسلسل ووجودك له إضافة كبيرة. أنا فاكرة كويس قوي مشهد من المشاهد في المسلسل وانت بتتكلم على السلطان حامد، بتتكلم بمنتهى وخلتنا حتى ندمع، يعني أنا عشت معاك وتخيلتك راجل فرنسي وإزاي تأثرت بهذه الشخصية المصرية الرائعة. كلمني عن المسلسل وعن هذا المشهد. هو طبعا من المشاهد اللي بنسميها احنا ماستر سينز عندنا، وبتتكلم على شخصية راجل فرنسي عالم مفكر جاي مع الحملة الفرنسية، عرف المصريين وابتدى يتقرب ليهم وحبهم، عرف هذه الشخصية الوطنية اللي بعد كده بقت زعيمة، وهو كان بيقول ده ما كانش زعيم، ده راجل فلاح بسيط، ومع ذلك أصبح زعيم، وبعدين في الآخر تطور الأمر إلى أنه هو بقى رمز للمقاومة. فدي شخصية موجودة في حياتنا كتير جدا من الفرنسيين اللي جم مع نابليون استقروا في مصر، كتير جدا من الجنسيات المختلفة اللي جت من الإغريق اللي جم واستقروا في مصر، من الرومان اللي جم واستقروا في مصر، كل حد جاء مصر حبها وعاش فيها واستقر فيها. فدي شخصية بالنسبة لي كانت مثيرة جدا، وسعدت جدا ان المخرج الكبير خالد يوسف عرضها عليا، مستمتعت جدا بالعمل معاه واستمتعت جدا بأداء الشخصية. وبعدين طبعا الحملة الفرنسية في ذهننا بشكل كبير جدا، لها جوانب كتيرة، لها مناظير ممكن ناخدها من اكثر من منظور، في ناس اخذتها على انها حملة استعمارية، في ناس اخذتها على انها حملة جابت لنا حضارة مختلفة ساعدتنا في أشياء كثيرة، من ضمن اكتشافاتها طبعا حجر مهم جدا، حجر رشيد طبعا. فلها وجهات نظر مختلفة الحملة. وجهة النظر اللي بتتعرض في الفيلم هنا في المسلسل طبعا في جزء كبير جدا جاي من يوسف إدريس الصديق العزيز والكاتب الكبير، لكن خالد طبعا أضاف ليها الجانب الحديث العشر سنين اللي فاتوا في حياتنا اللي شفنا فيهم صورتين. عمل توازي، يعني هو عمل توازي ما بين القصة والمصري الوطني طول الوقت، وهنا التوازي انه المصري لا يتغير في وطنيته ابدا، لا يتغير، لان كمان لما بيقع تحت القهر المصري بيسور، ودي النقطة المهمة اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبيعرضها خالد يوسف من خلال المسلسل، ان احنا مرينا بقهر من المستعمر الفرنسي، وبعدين مرينا بقهر وعنف شفناه بشكل شديد جدا
من جامعات يعني شفنا حصل ايه في السنين اللي فاتت. صحيح. من دمار وتدمير وارهاب وعنف من الشعب للشعب نفسه، يعني الشعب المصري الحقيقي. يعني حقيقي أنا الحقيقة كمان بحييك، لأنه وجود حد بخبرة حسين فهمي، يعني وأنا بتابعك في مشاهد كتيرة بحس أنت مش بس بتقدم المشهد كأنه دور، لأ هنا في كمان خبرة الفنان، خبرته، ثقافته، رؤيته، رأيك أيضا، يعني كل ده كان واضح في المشاهد اللي بتقدمها. عشان كده وجود فنان له هذا الخبرة والتاريخ والمعاصرة أيضا لأحداث كتير بيبقى مهم قوي ومؤثر قوي في الأحداث دي. هو مفيش شك طبعا ان اولا اختيار خالد يوسف ليا، وبعدين طرحه عليا هذه الشخصيه واستمتاعي انا بالعمل معاه، لان هو مخرج قدير جدا. المجهود اللي حطه في المسلسل خيالي، وممكن حضراتكم تشوفوه طبعا على مدى الحلقات اللي فاتت ولسه الحلقات القادمه كمان، في مجهود كبير جدا 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 اتحط في العمل. في مئات ومئات من الكومبارس اللي اشتغلوا معانا، كانوا ممتازين. كل الستاف اللي اشتغل غير الفنانين الكبار الممثلين العظام، كل واحد بيلعب دوره بكل الحب. الممثلين الجداد الصغيرين ممتازين جدا. صحيح. كل اللي ورا الكاميرا بقى، من المساعدين ومن الملابس ومن التصوير، يعني حاجه في الحقيقه ممتازه. يعني سامح طبعا، ويعني كمان الكادرات الحقيقه كلها احلى من بعض في سينما. مدير التصوير كبيرة. رائع يعني. احنا بنشوف لك مشاهد رائعه دلوقتي على الشاشه، وخلينا كده نمتع المشاهدين بمشهد ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. هنعمل ايه سيدي الجنرال؟ المهله هتنتهي كمان شويه. خرجوه من الزنزانه واستعدوا الاعدام. لا، اعدام الشيخ لا، الراجل ما ارتكبش اي جريمه عشان يتم اعدامه. ما تتجاوزش حدودك اكتر من كده يا جناب الجنرال. ممكن حامد يكون هرب لبعيد وما وصلوش الخبر، يديله فرصه، يمكن لما يوصله الخبر يسلم نفسه. مفيش داعي نرتكب حماقه جديده. قلت لك حاسب على كلامك يا جناب الجنرال. مش انت الوحيد المسؤول عن الحفاظ على الجمهوريه الفرنسيه ومبادئ ثورتها، كلنا شركاء في ده. الا في المعارك القائد بس اللي كلمته تتنفذ. ده صحيح، بس بعد مشاورات مع القاده مش مع العلماء والمفكرين. إذا كانت جمهوريتنا نفسها اتأسست على كتاب لواحد من المفكرين دول، دي فلسفة فارغة يا كليمو. جان جاك روسو والعقد الاجتماعي مش فلسفة فارغة، سمعة الجمهورية مسؤوليتنا كلنا. أنت بالفعل تجاوزت كل حدودك، وأنا ممكن أصدر قرار حالا بترحيلك، وبقى أروح لبونابرت القاهرة أقول له الكلام ده. بونابرت نفسه محتاج حد يراجعه، في سلوك عنيف للحملة ابتدى يتنامى، ولازم حد يمنع استمراره. وأنت اللي هتمنع استمراره؟ وليه لا؟ بقول لك إيه يا كليمو؟ روح عيش مع الرسول بتاعك ده وسيبنا نشوف شغلي. يلا جاهز. فنان حسين فهمي، واحنا بنتابع معاك المشهد ده على الهواء وانت بتتحدث عن يعني الجمهوريه الفرنسيه وازاي يبقى القاده مع المفكرين، وانت هنا عامل دور عالم اثري كبير، يعني بيخليني ده احس بانه احنا بنتحدث عن الواقع. مفيش حياة بتكمل أو دولة بتنجح أو ثورة بتنجح إلا لو كان كل الفئات موجودة فيها. بالضبط كده. يعني الكلام اللي بيتقال إن المفكر مع الجندي مع العالم، يعني هي دي، هو ده المجتمع، هي دي الفابريكة بتاعت المجتمع، يعني القماشة اللي فيها المجتمع. صحيح. كله متماسك مع بعض. صحيح. وده اللي بينجح المجتمعات. صحيح. ده وبالذات القماشة المصرية كمان أصلها متنوعة ومختلفة، بس هي نسيج واحد في الآخر. نسيج واحد ومنسجمة جدا ومتماسكة على مدى دهور، على مدى عصور وعلى مدى قرون طويلة، وعشان كده صعب قوي إنها تتقطع. أكيد. أنا عايزة أسألك سؤال وأنت اللي هتجيب عنه، لأنك كنت صديق وعملت أعمال يعني مختلفة كتير لأدباء، وكنت صديق للأديب الكبير يوسف إدريس. ماذا لو كان الأديب الكبير يوسف إدريس اللي كتب عن حامد بالشق الوطني اللي كان موجود عنده، اللي كان شايف أن دي هي الشخصية المصرية اللي لما بيبقى فيه أي يعني شيء ضد الوطن بتقوم على طول الشخصية المصرية، والتوازي بقى اللي حصل في المسلسل عن العشر سنوات الأخيرة، لو كان يوسف إدريس موجود ماذا كان هيقول؟ هيكمل ايه في التوازي اللي حاصل مع الروايه بتاعته؟
اولا معرفتي ليوسف ادريس، احنا كنا اصدقاء جدا لما انا كنت طالب في معهد السينما، وبعدين كنت بدرس في امريكا، فيوسف ادريس جه زياره للجامعه عندي، فقعدنا مع بعض 3 ايام كنا يوميا مع بعض. وبعد كده لما رجعت واشتغلت بعد كده وبقيت في السينما كنجم، وكان هو لا زال كاتب كبير عظيم، فانا صدقتي بيه مرتبطه وعارف شخصيته كويس جدا. يوسف ادريس كان بقى اول واحد في ميدان التحرير، صحيح، واول واحد في ثوره 30 يونيو، وكان هيبقى ثوراجي درجه اولى يعني، وكان هيبقى عنده يعني حامد هيكمل بس في شخصيه مصريه ثانيه. جدا 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 كان هيعمل يعني فعلا اللي احنا عملناه، كان هيستمتع بيه جدا وكان هياكده كمان يعني. طيب هل نقدر نقول انه العوده كمان للروايات والقصص الادبيه المختلفه اللي عندنا، ان احنا نعيد قراءتها ونعيد تكملتها ونقدمها تاني للدراما التلفزيونيه، وهل انت شايف ان ده هيكون هيدي كده بعد تاني للدراما التلفزيونيه؟ ده 100% هيديها كمان زخم، وهيديها نشاط، وهيعيد فينا يعني الدم الجميل بتاع نجيب محفوظ ويوسف ادريس ويوسف السباعي واحسان عبد القدوس، كل الكتاب العظام بتوعنا دول الكبار كان لهم النهارده تلامذه ولهم مريدين هم اللي بيكملوا المسيره، فطبعا وجودهم معانا تاني بيشجعنا وبيحمسنا وبيخلينا نبص بوجهه نظر جديده. يعني الروايه بتاعت السر والباتع دي احنا قريناها من سنين طويله، صحيح، لما بنرجع نعيد 30 سنه على فكره، من 30 سنه بنرجع نشوف حاجه جديده طبعا، يعني بنشوف وجهه نظر جديده وبنشوف، ايوه بتاخد الخيط وتكمل، بنكمل. والعصر اللي احنا فيه النهارده مرينا بتجارب كتير، لما بنرجع نقراها تاني ونشوفها ونعيدها من الاول وجديد ونعمل لها اضافات للظروف اللي احنا مرينا فيها، طبعا بنلاقي حاجه جديده. عشان كده النهارده المسلسل لما بنتكلم على العصر الحاضر واللي احنا شفناه من العنف العنيف، وبعدين شفنا العنف بتاع الحمله الفرنسيه وازاي كانوا قاسيين مع الشعب المصري، ده في مقارنه قويه جدا ومهمه جدا ان احنا نفتكرها ونعرفها، ومهم الناس تربط التاريخ ببعضه. سؤالي الاخير قبل ما نسيبك، انا عارفه ثقافتك العاليه عامله ازاي، ومتخيله مكتبتك عامله ازاي، ومتخيله لما تقال على انك هتعمل الدور ده، انا متخيله ان انت قعدت تقرا كتير جدا، قول لنا كده قريت ايه وعملت ايه بالظبط يعني. لا هقول لحضرتك، اصل انا عملت دور نابليون قبل كده. طبعا نابليون بونابرت، ايوه، اسمه الابطال مع حسام الدين مصطفى، فطبعا قريت كتير بقى عن نابليون، وكنت اصلا قاري، فطبعا قريت تاني، والحمله الفرنسيه، فالمره دي طبعا كليمون رجعت تاني قريت تاني. أيوة. للمره انا متخيلك قاعد على الكرسي والكتب طبعًا جنبك طبعًا وشغال يعني. طبعا طبعا لازم اشوف، وجبت صور وجبت حاجات كتيره جدا فتحتها، وفتحت جوجل وفتحت الانسايكلوبيديا وفتحت، انا متاكده انك كتيرة عملت كل الحاجات دي. مظبوط. احنا عموما استفدنا وجودك وطلتك المهمه جدا بثقافتك وتاريخك وحضورك في سر والباتع، وعايز اقول لك حاجه، انا بكلمك من استوديو 10 اللي انت عملت فيه. أيوة شهريار. أيوة. ايوه فانا أيوة لسه سامع صوتك على فكره يعني، وانت بتعذب شهرزاد كانت نجلاء فتحي. نجلاء فتحي طبعا كانت هايله في شهرزاد، والكرو كله بيسلم عليك اللي كان اللي موجود في استوديو 10. طب سلمي لي عليهم كلهم، كل الناس يعني بتسلم عليك. كل سنه هم طيبين يعني. اذا كان شهريار بيحكم عليك يعني، فحكم عليك تاريخيا انك تبقى موجود في رمضان. بصي حضرتك، احنا كنا بنصور في رمضان كمان. بالظبط بالظبط، ليله في رمضان، الف ليله وليله في رمضان. بالظبط، في جزء فاضل فيا في رمضان. فالتاريخ بيعيد نفسه تاني يعني. بالظبط، هتفضل موجود. طلت حسين فهمي دايما موجوده، واحد من اهم مبدعينا وفنانينا العظام، بشكرك شكرا جزيلا. وبعدين بعد كده بيني وبينك اسالك على سره الباتع في هذه الاطلاله، واشكرك شكرا جزيلا.